السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي في هذا الفيديو الجديد على قناة كليز نايت التقنية. مهم أصدقائي، من خلال هذا الفيديو سأقدم لكم تطبيق رائع مع إجواج السحب له، تطبيق جديد يجب أن تشتغلوا عليه. وسأقدم لكم أيضا مسابقة للفوز ب$2 لشخصين، كل واحد سيفوز $1 للمشاركة في هذه المسابقة. فقط ضع اشتراك إذا لم تكن مشترك، ولايك للفيديو، وتفعيل خاصية الجرس، ثم التعليق بحسابك الباي بال لكي إذا فزت نرسل لك $1. سيفوز معنا شخصين. وأيضا مشاركة هذا الفيديو على صفحتك الشخصية. مهم نعود إلى التطبيق. التطبيق الذي سأقوم بشرحه هو تطبيق رائع لدي إثبات السحب له. قبل أن أتحول لشرحه سأريكم إثبات السحب. كما ترون معي إثبات السحب من التطبيق، ستجدون التطبيق أنه اسمه booking.com كما $2. الآن أتحول إلى شرح التطبيق. لا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل خاصية الجرس. كما ترون معي أصدقائي، هذا هو التطبيق، سأترك لكم رابطه بالوصف. تقوم بالتسجيل والدخول إليه بشكل عادي، تحميله ثم الدخول إليه بشكل عادي. هناك تقوم بالتسجيل عن طريق رقم هاتفك، لكن هناك مشكلة. مثلا سأضع رقمي، سأضغط على لوجين. كما ترى هناك مشكلة، لذلك يجب حذف هذا الكود ثم وضع رقم هاتفك كما في بلدك. مثلا نحن في المغرب يبدأ رقمنا ب06. تقوم بتحديد هكذا وسيشتغل الآن. كما ترى ستنتظر لما يتم إرسال لك كود التحقق. سأنتظر لما يصل الكود وأعود إليكم. مهم أصدقائي، بعد ذلك ستتوصلون بكود تأكيد، تقوم بإدخاله هنا ثم تضغط على سينج إن هكذا. تضغط على سينج إن، وبعد ذلك ستدخل هنا الإيميل الخاص بك، وهنا الاسم الخاص بك هكذا، وهنا تدخل كود ريفرنس. أترك لكم كود بالوصف. وكما ترى الظاهر الآن في الشاشة، فهو ضروري لإدخاله. تقوم بإدخال الاسم كامل هنا، ثم الإيميل هنا، ثم هنا كود إحالة. بعد ذلك تضغط على ريجستري. مباشرة سيتم إنشاء حساب معك. الآن سأتحول، سأقوم بتسجيل الدخول إلى حسابي لكي أشرح لكم التطبيق كليا. مهم أصدقائي، بعدما ستقوم بالتسجيل في التطبيق عن طريق إضافة رقم هاتفك ثم تأكيده، بعد ذلك تقوم بكتابة الإيميل الخاص بك ثم الاسم الخاص بك ثم الكود الإحالة الظاهر أمامكم في الشاشة الآن. بعد ذلك سيظهر لك واجهة بهذا الشكل. فالتطبيق كباقي التطبيقات يعتمد على الربح من عفوا ربح عن طريق جمع النقاط. ولجمع النقاط في هذا التطبيق أطلعت. مهم أصدقائي، لجمع التطبيق في هذا التطبيق يوجد عدة طرق. منها الطرق الأولى هي الضغط عن طريق هذه الخانة، وكل يوم كل 24 ساعة سيعطيك كادو أو هدية. هذه أول شيء. ثاني شيء وهي هذه السبين، حيث أنها إليميت أي غير محدودة، يمكنك عمل سبين طيلة اليوم. سأعيد هكذا، تضغطك على سبين هكذا وتم إضافة نقاط إلى حسابك. مباشرة تضغط على سبين مرة أخرى، وهي غير محدودة، يمكنك 20 نقطة كما ترى. يمكنك تكرار هذه سبين كما ترى معي، هي غير محدودة، يمكنك تكرارها عكس بعض التطبيقات التي ستطلب منك فقط لحظات. عفوا سأعود إلى التطبيق، سأعيد تكرار السبين. كما ترى معي 28 نقطة. نغلق هذا الفيديو. كما ترى ننتظر لما يتم إضافة سبين. كما ترى 7 نقاط. سأضغط على كلاوس. كما ترى يمكنك تكرارها العدد التي تشاء، فهو لا
يهم. سأعود إلى الطريقة الثانية للربح وهي عن طريق هذه الاستطلاعات، فهي رائعة هي للعب للربح. تضغط يا ستارت ثم تختار أحد الخانات هكذا، كليم 27 نقطة، تضغط كلاوز هكذا، أي خانة تريد، المهم فقط تضغط على هذه الخانات هكذا 20 نقطة، تضغط نط عن أي خانة، مهم استطلاعات، فأنت تجيب بشكل وهمي ويزداد نقاط 20 نقطة أخرى، أضغط هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا 20 نقطة أخرى، ثم تستمر في تكرار هذه العملية وستحصل على نقاط بسرعة. كما ترى أنا جمعت 2300 نقطة فقط في 5 دقائق. يوجد هذه الخانة لكن ما زالت فارغة، لأن التطبيق فقط جديد أطلق بالأمس. والطريقة الأخيرة هي دعوة الأصدقاء، تدخل إلى هنا ثم تأخذ الكود الإحالة الخاص بك وتعطيه لأصدقائك لكي يتسجلوا عن طريقه وتحصل على 20,000 نقطة. كما قلت تحصل على 20,000 نقطة عن كل صديق. بالنسبة للسحب تأتي إلى هنا إلى الدولار كما ترى، تضغط هنا وكل 110,000 نقطة تساوي 1 دولار، أي قم بدعوة 5 أصدقاء أو 6 أصدقاء وسحب 1 دولار. إن دعوت تقريبا 11 شخص ستحصل على 2 دولارات. فهذا ما كان في التطبيق، أتمنى يعجبكم التطبيق، ولا تنسوا الاشتراك ولايك لي الفيديو، تفعيل خاصية الجرس. إلى اللقاء.